تساؤلات جت من حضراتكم على بنك بلوم مصر، هل هو بنك كويس؟ هل هو بنك مضمون؟ في شهادة تراكمية بعائد أكتر من 13%، إيه هي الشهادة؟ نستثمر فيها ولا لا؟ تساؤلات كتيرة جت حوالين موضوع بنك بلوم. بنك بلوم بنك مصري يخضع لرقابة البنك المركزي والقوانين المصرية، فآمن تماما ومفيش أي مخاطر من الاستثمار في هذا البنك. حتى لو احنا رابطين بنك بلوم بالبنك الأم اللي هو موجود في لبنان، الأزمة بدأت في لبنان من 2016، وحتى تاريخه البنك ما تأثرش بأي شيء هناك، لأن هنا البنك عبارة عن شركة شقيقة لبنك لبنان ويخضع لكل القوانين المصرية وياخد كل الإجراءات الاحترازية اللي بيطلبها البنك المركزي لمواجهة أي أحداث، فما فيش أي مخاطر من البنك. احنا في الحلقة دي هنتكلم على الشهادة التراكمية اللي بيطرحها البنك، خاصة ان في تساؤلات من حضرتك. اما قرار الاستثمار فده خاص بيك انت، تستثمر في اي وعاء ادخاري. احنا بنشرح لحضرتك كل حاجة موجودة في البنوك على قدر ما نستطيع، انت بقى بتفكر بتقارن بتختار بتشوف، ده قرارك انت. متنسوش تشتركوا وتشاركوا الاصدقاء وفعلوا خاصية الجرس. تعالوا نتكلم على الشهادة التراكمية في بنك بلوم مصر. الشهادة التراكمية في بنك بلوم مصر دي شهادة تراكمية بتدي عائد نهاية الفترة. مدتها قد ايه؟ مدتها 10 سنين. دي الشهادة اللي حضراتكم اتكلمتوا وسألتونا عنها. الشهادة بتدي عائد تراكمي 13.67%. هل دي افضل شهادة في القطاع المصرفي؟ الموضوع ده هيحتاج مننا ان احنا نبص على 38 بنك وندرس كل شهادة على عشان نقدر نقارن هل الشهادة دي أفضل شهادة موجودة ولا لا. لكن خلينا نشوف قصة العائد جاية منين عشان خاطر الموضوع نبسطه لحضرتك. العائد ده عائد تراكمي، يعني حضرتك تقدر تضرب المبلغ لو انت هتستثمر 1000 جنيه لمدة 10 سنين، تضربها في 13.6%، فبيديك العائد اللي هتاخده بعد 10 سنين. يعني على كل 1000 جنيه هتاخد 1367 جنيه بعد 10 سنين. لكن العائد البسيط اللي انت هتاخده كل سنة هو 9%. طب ازاي بتتحسب؟ حضراتكم طلبتوا ازاي بنحسب سعر الشهادة التراكمية، ودي هنفرد له حلقة لوحده ونشرح لكم كده على برنامج سيل ازاي العملية بتتم. الشهادة دي بتبدأ من 500 جنيه والمضاعفات، فهنضرب مثل على 1000 جنيه. حضرتك رحت بنك بلوم، بس عشان خاطر تستثمر في هذه الشهادة لازم تكون عميل لبنك بلوم. طب انا مش عميل لبنك بلوم، بتروح تفتح حساب جديد بصورة البطاقة وبعض الاوراق اللي بيطلبها منك البنك، زي مثلا اثبات محل الاقامة او الدخل، ممكن يكون مكتوب في البطاقة وظيفة فمش محتاج اثبات الدخل، موضوع انت بتعرفه لما تتواصل مع البنك. ده لو انت مش عميل بنك بلوم. انت حضرتك فتحت الباب وده دخلت بنك بلوم، تقدر انك انت بقى تستثمر في اي وعاء ادخاري ومنه الشهادة التراكمية اللي هي بعائد 13.6% تراكمي او 9% سنوية. تتحسب ازاي؟ حضرتك بألف جنيه اشتريت شهادة، في نهاية السنة الشهادة عملت لك 9%، يعني 90 جنيه. بنبدأ السنة الجديدة ب1090 جنيه، يستثمر لك البنك ال1090 جنيه لحد نهاية السنة التانية، بعدين تاخد على ال1090 جنيه فايدة فهم لك على السنة الثالثة وهكذا، يعني الفايدة بيضيفها على أصل المبلغ أول سنة وهكذا لحد ما توصل للسنة العشرة. يبقى في السنة العشرة يعني كأن البنك استثمر لك الألف جنيه والعائد اللي طلع من الألف جنيه واستثمر لك الفايدة اللي طلع من الفايدة في نهاية العشر سنين، يديك أصل المبلغ زائد الفايدة زائد العائد اللي استثمره لك على الفايدة.
حضرتك بتاخد المبلغ دو بعد 10 سنين. بنك بيسهل عليك ويقول لك العائد الحقيقي بتاعك 13.6%. يعني انت بمنتهى البساطة تقدر تعرف بعد 10 سنين هتاخد قد ايه. هل في مصاريف على شراء الشهادات؟ مفيش مصاريف ولا عمولات على شراء الشهادات. الشهادة معلهاش اي مصاريف او عمولات، لكن في مصاريف العادية بتاع الحساب اللي انت فتحته. انت لما بتروح البنك ممكن تفتح حساب توفير وممكن تفتح حساب جاري، فده متاح وده متاح. هل اقدر اقترض بضمان الشهادة؟ ممكن تقترض بالضمان الشهادة التراكمية. تواصل مع البنك وهيظهر لكم دلوقتي الخط الساخن للبنك، تقدر تعرف تفاصيل الموضوع. طبعا بتقدر تاخد بطاقة ائتمانية لو انت عايز بضمان الشهادات. البنك بيوفر لك خدمات اخرى، تقدر انك انت تتواصل مع البنك في حالة رغبتك للخدمة دي. هل في تخوف من بنك بلوم مصر؟ لا، مفيش تخوف من اي بنوك داخل السوق المصري. البنك المركزي رقابته قوية، يخضعوا للقانون المصري، الحالة السياسية مستقرة، حالة اقتصادية في نمو وفيها استقرار، فمفيش اي مخاطر من البنك. حتى في وقت الانفلات الامني اللي حصل مفيش اي عميل تضرر من اي بنك او اي عميل فقد جنيه واحد. شفنا ماكينات اتكسرت، شفنا ماكينات اتسرقت، شفنا انفلات امني غير طبيعي، البنوك اغلقت تماما، ورغم من ذلك مفيش عميل فقد جنيه واحد. لو حضرتك بتربط بنك بلوم مصر بالأزمة اللبنانية، هنفرد إن شاء الله حلقة على قناة الشمول الاقتصادي نتكلم على الأزمة اللبنانية بشيء من التفاصيل. لكن الأزمة اللبنانية موجودة من 2016 ومفيش أي عميل تضرر من بنك بلوم مصر، لأن دي بنك عبارة عن شركة مستقلة شقيقة. في عملية استحواذ دلوقتي بتتم، ممكن نفرد ليها حلقة، لكن مفيش أي مخاطر على موضوع بنك بلوم مصر من الاستثمار مع البنك ومع أي بنك موجود في السوق المصري. والركيزة الأساسية إن حضرتك تبقى عارف هتعمل إيه وهتستثمر في إيه وهتستثمر ليه، والتزامات اللي عليك إمتى، يعني المبلغ اللي معاك ده هتحتاجه إمتى، وهل عليك التزامات تانية ولا معلكش التزامات تانية، وهل في بدائل للاستثمار أفضل ولا مفيش بدائل للاستثمار أفضل. قرارك ينبع منك. في النهاية بنك بلوم مصر بنك آمن زيه زي أي بنك موجود على الأراضي المصرية. الدنيا في مصر مستقرة اقتصاديا وماليا، حتى وقت الانفلات الامني اللي حصل في مصر في 2011 ما شفناش ان في عميل خسر جنيه من فلوسه، والبنك بيطرح شهاده تراكميه لمده 10 سنين ودي اللي انتشرت بشكل كبير جدا. وفي تساؤلات كتيره جت من حضراتكم، تبدا من 1000 جنيه والمضاعفات تقدر تقترض بضمان الشهاده، بتكون عميل للبنك عشان خاطر تقدر تشتري هذه الشهاده، فالعميل الموجود يقدر يشتري الشهاده، العميل اللي هو لسه جديد بيروح يفتح حساب ويقدر يشتري الشهادة. نشكركم، ما تنسوش تشتركوا وتشاركوا الأصدقاء وتفعلوا خاصية الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريت حضراتكم تبصوا بصة كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده، كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك. أعلن اليوم البنك المركزي المصري عن مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتمويل العقاري بفايدة 3%. البنك المركزي من خلال المبادرة دي هيضخ 100 مليار جنيه وعلى فترات زمنية 30 سنة. المبادرة دي هتمول وحدات سكنية، الأقساط هتوصل لحد